السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. منذ أن جاء ماكرون إلى قصر الأليزيه وشغله الشاغل دائما هو التطاول على الدين الإسلامي بطرق استفزازية غير مسبوقة، وفي الوقت الذي تزيد فيه السلطات الفرنسية القيود على المسلمين في القيام بشعائر دينهم، حتى بلغ بالحكومة أن عزمت على مجابهة انفصالهم الشعوري عن القيم العلمانية. وبعد تصريحات متتالية من قبل الرئيس الفرنسي يحارب فيها الدين الإسلامي الحنيف، مستخدما مصطلح الإرهاب الإسلامي ويصفه بأنه دين يعيش أزمة في العالم كله، بعد هذا كله نجده ما زال يدافع عن هذه السلوكيات ويحاول امتصاص الغضب الشعبي الذي طاله في بلاد المسلمين كافة بعبارات مهمة ليس فيها تراجع صريح ولا اعتذار رسمي عن مواقفه المعادية، بل غاية أمره أنها تصريحات أنكر فيها ما ثبت عليه بالصمت والصورة، مراهنا في ذلك على الذاكرة القصيرة للشعوب ومحاولا إخماد نار المقاطعة المؤذنة بالتسبب في أزمات اقتصادية تضاف إلى الأزمات التي تعانيها بلاده. فما سبب هذه الكراهية من قبل الرئيس الفرنسي للإسلام والمسلمين؟ وهل تعيد فرنسا تاريخ محاكم التفتيش والحملات الصليبية الأولى؟ وكيف تقرأ تصريحاته الأخيرة على قناة الجزيرة؟ وكيف يواجه المسلمون دعوات التثبيط لغضبتهم للنبي الكريم عليه صلاة الله وسلامه؟ هذا ما سنناقشه في هذه التغطية رفقة ضيوفنا الكرام. أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ مروان درقاش من استوديوهاتنا في نصراتة وهو محلل سياسي، وعبر سكايب من طرابلس الشام طرابلس لبنان الدكتور أحمد القصص القيادي في حزب التحرير، وربما ينضم إلي لاحقا ضيوف آخرون. أبدأ معك دكتور أحمد بعد الترحيب بك، يعني أمام هذه أو هذا الجمود في المواقف السياسية، هل برأيك ستؤتي المقاطعة الشعبية أكلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. في الحقيقة السؤال ليس هل ستؤتي أكلها أم لا، وإنما السؤال هو هل آتت حتى الآن شيئا من أكلها أم لا. بفضل الله تعالى نحن رأينا أن ما جرى من انتفاضات وردات فعل مباركة للمسلمين في العالم كله أدت إلى نتائج ملموسة، وما قدمتموه قبل قليل في مقدمتكم هو أكبر الدليل على ذلك. لا يتوقع الآن من ماكرون أن يعتذر، ولا يمكن لدولة أن تعتذر أمام لا دولة. تعرفون الآن الأمة الإسلامية ليست ممثلة بدولة تتكلم باسمها، وبالتالي لا تشعر فرنسا بذلك الخطر الهائل الذي يدفعها إلى الاعتذار الصريح، وإنما كانت التصريحات التي أدلى بها ماكرون إلى قناة الجزيرة دليلا واضحا على تراجع نبرته، بل على كذبه في أنه لم يقصد ذلك ولم يقل ذلك، بينما هو في الحقيقة كان قد قال وكان قد صرح وكان وقحا إلى أبعد الحدود في استفزاز المسلمين وتحديهم بأنه سيرعى نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن لأمته من خلفه، وأنه لن يتراجع بتاتا. فإذا من الواضح أن الفرنسيين شعروا بخطورة ما حدث من ردة فعل في العالم الإسلامي والمقاطعة التي لم تتبنها دولة تبنيا رسميا، وإنما كانت مبادرات تلقائية من المسلمين، وبعض الحكام يعني تكلموا في هذا الموضوع شفهيا ولم يتخذ أي قرار رسمي في العالم الإسلامي، ومع ذلك شعرت فرنسا بخطورة يعني هذه ردة الفعل هذه. فمن هنا كانت التصريحات التي فيها رجوع إلى الوراء خطوة أو خطوتين أو ثلاثة من ماكرون حين
أنكر هذا التصريح وهذا وذلك إلى آخره. وبفضل الله عز وجل هذا دليل على أن دكتور أحمد يعني ربما سؤال يطرح نفسه الآن، يعني ما أسباب جرأة أو ما هي الأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي إلى هذه الجرأة في خطابه الأول الذي فيه استفزاز حقيقة بمعناها بمشاعر المسلمين كافة؟ يعني هل هناك سوابق لغيره أو له أيضا يعني لم تكن لها ردة فعل كبيرة؟ هو الذي جرأ ماكرون وربما غير ماكرون على هذا الاستفزاز الصريح في خطاباته؟ نعم، أولا ماكرون وكثير غيره من حكام العالم مطمئنون إلى أن لأنه لا يوجد في العالم الإسلامي حكام أو زعماء هم بوارد أن يردوا الصاع صاعين أو حتى نصف صاع، لأنهم اطمأنوا إلى أن العالم الإسلامي بات محكوما من أنظمة أعطت كل ولائها وما تبقى من ماء وجهها للغرب، ولم يكن يتوقع أن تكون ردة فعل الشعبية على هذا النحو. هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا ماكرون له حسابات فرنسية خاصة به، أهم من جانب هي انتخابية، إذ هو يريد أن لا ينتزع منه المتطرفون اليمنيون أصواتا في الانتخابات المقبلة، ويريد أن يتاجر بهذه المواقف التي يعني يبتز فيها أصواتا من اليمين المتطرف في فرنسا، ولكنه حقيقة أيضا يعبر عن مكنونات نفسه وتوجهه من حيث هو فرنسي متعصب يرى أن الإسلام يشكل خطرا على هوية فرنسا، أي يشكل خطرا على العلمانية التي تتباهى بها فرنسا بأنها نشرتها في العالم كله، وأنها أول رائد للعلمانية في العالم منذ الثورة الفرنسية الكبرى. نعم. طيب أستاذ مروان درقاش، أرحب بك في هذه الحلقة. يعني بعد هذه الهبة الشعبية إن صح التعبير في كافة بقاع العالم الإسلامي، يعني برأيك ما أسباب هذا التراخي من قبل الجهات الرسمية في الدفاع عن المسلمين والإسلام ونصرة الرسول الكريم؟ يعني لا نستثني أحدا، ربما بعض رؤساء العالم الإسلامي تكلموا شفهية وربما أبرزهم الرئيس التركي، لكن ليس هناك ردات فعل رسمية مثلا في الدعوة إلى مقاطعة أو يعني قامت بها أي دولة من دول الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك دكتور فوزي ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين قناة التناصح. بالفعل أخي فوزي، يعني يستغرب الإنسان كيف تكون يعني هناك مواقف حكومية كبيرة شديدة وصارمة للرد على إساءة يعني ربما تنال رئيس دولة أو ولي عهد إحدى الممالك، بينما لا نشاهد مثل هذه المواقف الصارمة عندما ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يعتبر قدسية، له قدسية في العالم الإسلامي بالكامل. يعني شاهدنا كيف قاطع دول أخرى بالكامل نتيجة خلافات بسيطة، يعني قاطعت المملكة العربية السعودية كندا نتيجة ما جرى في قضية الجابري، ويعني وصل حدد المقاطعة إلى سحب السفراء وإيقاف جميع العقود، إيقاف حتى الطلبة الذين يعني يدرسون في الجامعات الكندية تم سحبهم وإلغاء منحهم الدراسية نتيجة خلاف سياسي بين حكومة كندا وحكومة المملكة العربية السعودية. حدث أيضا مع دولة قطر، يعني خمس دول عربية قاطعتها لمجرد خلاف يعني على سياسة هذه الدولتين، بينما إذا تم النيل وشتم وسب رمز هذا الدين، رمز الدين الإسلامي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا نجد أي موقف رسمي من أي دولة من الدول العربية. ربما هناك مواقف من دول إسلامية أخرى ليسوا عربا، وهذا يعني مفارقة كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو نبي الإسلام ونبي دين الإسلام بالكامل، ولكنه عربي في النهاية، فلتأخذكم الحمية العربية إذا لم تأخذكم الحمية الإسلامية. نشاهد أن من يدافع اليوم
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأمي، يدافع عنه التركي أردوغان، ويدافع عنه الباكستاني عمران خان، ويدافع عنه الشيشاني قدروف. للأسف يعني هذا أمر مؤسف للغاية. نعم. المواقف الرسمية العربية بالذات باهتة للغاية، أو لا تكون، قد تكون لا توجد مواقف، بل أن هناك مواقف رسمية يعني ربما يعني وقفت ضد حتى المقاطعة. يعني نعرف جيدا الجوقة الإعلامية أو المشيخية التابعة للمملكة العربية السعودية، التيار المداخلة، ما يسمى بتيار المداخلة، حرم مقاطعة البضائع الفرنسية وقال بأنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من مشايخهم يرفضون مقاطعة البضائع الفرنسية إلا بأمر من ولي الأمر، ولن يأمر ولي الأمر بذلك. لذلك فإن المقاطعة محرمة. سيد مروان، رأينا في استفزاز واضح، لعلك تابعت في الأيام الماضية، استفزاز واضح، رأينا أمير مكة يستقبل في مكة العاصمة المقدسة، يستقبل السفير الفرنسي، وعبرت صفحة الإمارة بأنه قد جرى بينهم حديث ودي أو أحاديث ودية بهذه اللفظة. يعني كيف تعلق على مثل هذا؟ أليس استفزازا واضحا صريحا؟ ما الذي يريدون يعني؟ أنا متأكد بأن هذه رسالة واضحة للعالم الإسلامي بالكامل، وأن فرنسا صديقة لأكبر دولة إسلامية سنية، أو ما يشاع أو يحاول الترويج له بأنها زعيمة العالم السني، زعيمة الروحية العالم السني المملكة العربية السعودية، وأن هذا اللقاء يأتي لمحاولة دعم ماكرون ودعم فرنسا تجاه حملة المقاطعة الكبيرة التي شهدها العالم الإسلامي. اليوم أيضا شاهدنا صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقول أو تتهم مقاطعة البضائع الفرنسية بأنها حملة إخوانية، الغرض منها مهاجمة فرنسا التي تقف مع القضايا العربية أو كما يروجون لذلك. إذن مع ذلك دكتور فوزي، شاهدنا ماكرون يخرج على قناة الجزيرة العربية، ولا يخرج على قناة العربية مثلا أو قناة سكاي نيوز، لأنه يعرف جيدا بأن المؤثر أو أن المسلمون الآن يشاهدون قناة الجزيرة أكثر مما يشاهدون قناة العربية. يعرف ماكرون جيدا الجمهور الإسلامي ماذا يشاهد وفي من يثق، ولذلك خرج على هذه القناة ولم يخرج على قناة أخرى. بالرغم من أن ماكرون في خروجه كان فاشلا، مبرراته لم توضح، ولكنها زادت إسفافا وأغرقت في المسؤولية وفي التحامل. دكتور أحمد، يعني الغريب في الأمر أيضا أن الاتحاد الأوروبي وقف مع رئيسها ووصفه بالأوصاف التي اشتهرت على لسان الرئيس أردوغان، بل نددت ألمانيا واليونان وطبعا بالإضافة إلى فرنسا بتصريحات الرئيس التركي، على ما يدل ذلك دكتور أحمد؟ ذلك بكل بساطة على أن الاتحاد الأوروبي ورطه ماكرون. يعني لو تتبعنا مواقف الدول الأوروبية بحساباتها الاقتصادية المادية البحت، فإن كثير منها امتنع عن هذا التصرف، بل إن بعض الدول أوقفت بعض، يعني ذكرت الأخبار عن بعض الدول التي أوقفت بعض الذين حاولوا أن ينشروا بعض صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدركون أنه سيلحق بهم ما لحق بفرنسا من ضرر. ولكن أنت تعرف أن الاتحاد الأوروبي هو يمارس سياسة مشتركة وله بروتوكولات، وهو أصلا يشعر بخطر من القوى المقابلة له، فلا بد له من موقف تقليدي. يعني هذا الموقف المساند لفرنسا هو موقف كلاسيكي، ولكننا يمكننا أن نلمس في التراجع الملحوظ من ماكرون أن هذا أيضا مطلوب منه بشكل ما، وبالطبع لن يكون رسميا ولا معلنا، من الاتحاد الأوروبي. أنك لا تستطيع يا ماكرون أن تورط الاتحاد الأوروبي بمغامرات لم تكن محسوبة، لم تحسبها بشكل جيد. فشيء يعني يمكن أن نقرأ في تصريحات ماكرون التي أدلى بها إلى قناة الجزيرة في بين السطور، يعني في الخفاء، يمكن أن نقرأ فيها
توجيهات ضمنية للاتحاد الأوروبي أنه لا يمكنك أن تدفعنا أكثر من ذلك إلى مواقف خاصة بك وخاصة بدولتك وبمجتمعك وبانتخاباتك. فبالتالي هذا موقف كلاسيكي لا بد منه عند الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن أن يرسل رسالة بأنه يمكن لأي أحد أن يفكك وحدة الاتحاد الأوروبي والتوجه الواحد للاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالبروتوكولات الجماعية لهذا الاتحاد. نعم. طيب سيد مروان، يعني لنعود إلى الآن إلى تصريحات ماكرون على قناة الجزيرة، وقبل تصريحاته على قناة الجزيرة، يعني ما أسباب هذا التخبط في تصريحاته؟ يعني في البداية كان يهاجم الإسلام علانية ويقول بأنه سيقف مع هذه الرسوم المسيئة لشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو في الجزيرة يقول بأنه قد اقتطع كلامه اقتطع من سياقه ولم يفهم بالمعنى الذي أراده. يعني برأيك، يعني هل هو التغير في هذه المواقف، هل هو نتيجة ضغوط سياسية من قبل حكام مسلمين، أم هو بسبب هذه المقاطعة الشعبية والهبة من قبل المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي؟ طبعا العداء التاريخي للإسلام، العداء الفرنسي التاريخي للإسلام لا يمكن أن نناقشه الآن أو نتجادل فيه أو نشكك فيه. يعني هناك ربما يتفق الكثيرون الآن أن أكثر الدول الأوروبية عداء للإسلام هي فرنسا، ربما يعني أحداث تاريخية أو غير ذلك، ولكن هذا الأمر معروف وملموس ومشاهد. ليس ماكرون فقط، كل الرؤساء السابقون نعرف جيدا كيف كانوا يتعاطوا مع القضايا الإسلامية. أيضا احتلال فرنسا للجزائر وتونس والجرائم التي ارتكبتها فرنسا في على الشعوب المسلمة هناك أمر لا يمكن إخفاءه، قطع الرؤوس. يعني ويشهد متحف التاريخ الإسلامي في باريس بكميات الهائلة من الجماجم التي قطعت رؤوس أصحابها في الجزائر واحتفظ بها الآن في متحف التاريخ الإنساني في باريس، وهذا أمر يعني كما قلت لا يمكن الجدال فيه. لكن ما حدث مع ماكرون بالذات في هذه الأيام القليلة، أنا أذكر بأن يعني ماكرون كان يتعمد الإساءة إلى الإسلام في هذه الفترة بالذات، وكأنه يريد أن يعني ينال من الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل خاص. يعني الردود كلها كانت تأتيه من أردوغان، كان يرد أردوغان على ماكرون في كل إساءة يسيء بها الإسلام، وكان ماكرون يزيد من وثيرة إساءته. يعني نذكر تصريحه الذي قال أن الإسلام يعيش أزمة في هذه اليوم، لم يقل المسلمون وإنما قال إسلام، وهو بذلك يعني الدين الإسلامي ولا يعني حال المسلمين الآن المتردي والذي لا يخفى على أحد. إذن عداء ماكرون للدين الإسلامي وليس للمسلمين، ليس للإرهاب كما قال في لقائه في الجزيرة، قال أنه لا عداء له للدين الإسلامي وإنما عداؤه للإرهابيين أو الذين يشوهون الإسلام بالإرهابيين. أولا ماكرون، أنت للرد على هذه الفقرة بالذات أقول أن ماكرون يدعم شخص يرسم الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئة الإرهابي. يعني رسومات صحيفة شارل إيبدو تظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شخص إرهابي وأنه شخص قاتل وأنه شخص يعني يستعمل دموي. ماكرون يدعم هذه ويسميها حرية رأي. ما هو الإسلام الذي لا يعاديه ماكرون، أو ما هو الإسلام الذي يدعمه ماكرون إذا كان لم يكن هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنتم أنتم تشوهون محمد وتتهمونه بأنه إرهابي، فما هو الإسلام الذي تقولون أن يعني أنهم لا تعادون الإسلام أو لا مشكلة لكم مع الإسلام؟ تبريراته سمجة يعني تخالف كل التصريحات التي قام بها. أنا أقول بأن ماكرون يعني يعيش الآن أزمة، يعني ما اتهم به الإسلام هو في الحقيقة يعيشه، وأزمته الكبرى تصاعدت بعد أن استقبل السيدة مريم التي كانت أسيرة في مالي لمدة 4 سنوات لدى من يسميهم الإرهابيين، ثم تفاجأ بأن مريم قد لبست الحجاب وأعلنت إسلامها
وأنها في ظهرت في بعد ذلك في يعني مقابلة صحفية وأخذت تثني على خاطفيها وتذكرهم بأشياء طيبة، وهذا مما جعل ماكرون يعني يصل إلى حالات من الأزمة جعلته يعني في أول حادثة حدث فيها هذا العمل من ذلك الشاب الذي انتصر لنبيه بطريقة خاطئة، يعني يسفر عن وجهه الحقيقي القبيح المعادي للإسلام ويطلق تصريحاته التي قال أنه يدعم فيها هذه الرسومات، قال بالحرف الواحد أنه يدعم الرسومات وليس يدعم حرية التعبير. إذن هذا هذه الأزمة التي يعيشها ماكرون وليس التي يعيشها إسلام هو ما قاد إلى الأزمة الحالية، وخروجه في الجزيرة كان يعني محاولة منه لقطع الطريق أمام المقاطعة الاقتصادية التي يعلم بأنها ستؤلب عليه الداخل الفرنسي وسوف تفقده أصوات أكبر من أصوات اليمنيين التي كان سيفقدها في عدم الهجوم بعدم هجومه على الإسلام. إذن هو خاطب أو دغدغ مشاعر اليمنيين بتصريحاته المعادية للإسلام، فإذ به يخسر بالمقاطعة الإسلامية للبضائع الفرنسية أصوات رجال الأعمال والصناع ويعني أصحاب أرباب المال، وهؤلاء أثقل من اليمينيين في الانتخابات. هذه هي الأزمة التي يعيشها ماكرون، وظهر حقيقة في لقائه في الجزيرة مأزوما ذليلا، وهذه يعني وعد من الله سبحانه وتعالى أنه قال إنا كفيناك المستهزئين. هو ماكرون الآن يضع صورته الحقيرة والذليلة يحاول تبرير ما قاله وما فعله، ولكن لا جدوى من تبريره. دكتور أحمد، على الرغم من هذا الظهور الذي وصفه البعض بأنه ظهور مخزي، بل بعض النشطاء يعني سخر من خطاب ماكرون، يعني لكن لماذا ما زال ماكرون يصر على هذا الاستعلاء؟ يعني هو يعني يفهم من كلامه اعتذار للإسلام والمسلمين، لكن أيضا بنبرة استعلاء، يعني هل ما زال يعني كأنه يوحي للآخرين بأننا لا نخشى من هذه المقاطعة أم ماذا بالضبط؟ للأسف رغم أنني لم أسمع السؤال بشكل كامل ولكنني سمعت في نهايته وفهمت المقصود. لا أدري كان الآن الصوت، يعني هناك مشكلة في الاتصال. صوت واضح يا دكتور أحمد. دكتور أحمد، دكتور أحمد أنت في الاستماع. طيب، فقدنا الاتصال بدكتور أحمد، نعاود الاتصال بسيد مروان. يعني أسألك هذا السؤال الذي سألته الدكتور أحمد قبل قليل، يعني على الرغم من يعني نبرة أو المقصود ربما من هذا اللقاء مع الجزيرة واختياره كما ذكرت في المداخلة السابقة، اختيار الجزيرة يعني كأكبر ربما منبر إعلامي عربي يعني يتبع من قبل المسلمين، لكن تلاحظ في نبرة الاستعلاء من قبل ماكرون على الرغم من أنه يفهم منه أيضا الاعتذار. لماذا هذا الاستعلاء على الرغم من تأثر الاقتصاد الفرنسي تأثرا واضحا بهذه المقاطعة؟ هو يرفض أن يقول أو يعترف بأنه أخطأ في هجومه على الإسلام، وحاول تبرير ما فعل بأنه انتصار لحرية التعبير وأنه لم يهاجم الإسلام أو لم يتهم الإسلام، وإنما اتهم بعض المسلمين الذين يشوهون الإسلام كما قال بالتصرفات العنيفة أو السلوك العنيف، ويعني يقولون بأن الإسلام هو من يأمرهم بذلك. ولكن يعني ظهر واضحا في هذا اللقاء أنه يبرر، يحاول إيجاد مبررات، ولكن لا حقيقة لهذه المبررات، لأن ما فعله رئيس فرنسا في حمايته للإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن تبريره بمجرد القول بأننا المسلمين أساءوا فهمه، يعني العبارات واضحة،
الكثير من المسلمين يتكلمون اللغة الفرنسية، لم يترجم لهم كلام ماكرون، وإنما فهموه لأنهم يفهمون اللغة الفرنسية، لذلك لا يستطيع الآن أن يتحدث بهذا الاستعلاء ويقول أنكم أسأتم فهمي، وكأنه يقول أنتم لا تجيدون الفهم وأسأتم فهم كلامي. الكلام واضح جدا جدا. نعم. ماكرون قال بالحرف الواحد أنه لن يتوقف عن دعم هذه الرسوم بالحرف الواحد، وهذا دليل على أنه يدعم شتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطي الفرنسيين مواطنيه الفرنسيين الحق لشتم نبينا، بينما هو في نفس اللقاء قال أنه يدين ويجرم المقاطعة التي يقوم بها المسلمين دفاعا على نبيه. طيب. يعني يعطي حق مواطنيه لشتم نبينا ولا يعطينا الحق في مقاطعة البضائع. طيب. الفرنسية أي استعلاء وأي سأعود إليك يعني بالرغم من أن القانون الفرنسي يجيز المقاطعة. طيب سيد مروان أعود إليك. أعود إلي الآن دكتور أحمد القصص. سيد أحمد لعلك استمعت لسؤالي الأول، الحقيقة أنا أحلته للسيد مروان، لكن لو عندك إضافة، يعني نشعر بأن ماكرون يعني فيه نبرة استعلاء على الرغم من تأثير المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي الذي رأيناه في مؤشرات أسهم الشركات الفرنسية الكبرى مثل توتال إلى ديور إلى غير ذلك، ولكن في نبرة استعلاء، هل تعتقد بأنه ربما يعتمد على الذاكرة القصيرة للشعوب الإسلامية وبالتالي هو ربما لا يبالي يعني بهذه المقاطعة، يعلم لا ربما أنها ستكون قصيرة الأمد؟ نعم، كما قلنا هو تراجع ماكرون هو مجرد تراجع عن بعض الألفاظ التي ذكرها، ولكنه لم يعلن إطلاقا أنه سيغير سياسته التي وضعها قبل أن تحصل حادثة قتل المدرس، وإنما بدأ حملته وأعلنها أنه يشرع قوانين في فرنسا لمكافحة الإسلام. وكل ما يتكلم عنه عن أنه لا يكافح الإسلام وإنما يكافح المتطرفين والإسلاميين والانفصاليين هو كذب، وهو كذب نفسه بنفسه حين تكلم في التفاصيل التي يحاربها. قال إنه يأبى أن يرى طلابا من المسلمين لا يسبحون بملابس السباحة أي عورات مع الطلاب الفرنسيين، ولا يتقبل أن يكون للطلاب المسلمين خصوصياتهم في الطعام، كيف يمتنعون عن أكل الخنزير وإلى آخره. إذن هو بكل وضوح يهاجم الإسلام، وإلا ما معنى أن يتكلم عن الإسلام في العالم إن كنت قد تعلن، أنت تعلن الآن يا ماكرون تعلن أنك تضع قوانين للمسلمين في فرنسا، طيب لماذا تتكلم عن أزمة الإسلام في العالم إذا مشكلتك مع الإسلام وتريد للإسلام أن يلغى من حيث هو ثقافة ومن حيث هو طريقة عيش ومن حيث هو مفاهيم سلوكية للمسلمين في حياتهم؟ ولذلك قال بكل صراحة نحن ننشد إسلاما فرنسيا ونريد أن نخلصه من التأثيرات الخارجية. يعني هو يريد للمسلمين أن يخترعوا في فرنسا، أو يريد أن يخترع للمسلمين في فرنسا دينا جديدا لا علاقة له بالإسلام الذي نشأ في مكة منذ 14 قرنا والذي أوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الصاعقة كما ذكر ضيفك الكريم قبل قليل أتته من تلك الوقور مريم التي جاءت من عند من يسميهم بالإرهابيين معلنة إسلامها وملتزمة الخمار، وبالتالي كان لابد من يعني صعقات أخرى تعيد الفرنسيين عن تلك الصورة المدهشة التي أظهرتها مريم لتعيد للإسلام صورة الشيطنة. ومن هنا نحن لنا الحق إلى حد كبير أن نشكك في الرواية الفرنسية حول مقتل الأستاذ المدرس الفرنسي، لأن هذه الرواية لا وجود لها إلا من خلال أجهزة الأمن الفرنسية. ما الذي حصل، كيف حصل، ما هي التفاصيل، ما الدافع، ما إلى آخره، كل هذا لا نعرفه. إذن هو الذي كان له مصلحة في البداية في أن تبرز صور في الإعلام لشيطانة الإسلام، لأن برامجه لمكافحة الإسلام حقيقية. ربما يكون قد تنبه بما حصل من ردة فعل عند المسلمين إلا أنه بالغ في إطالة اللسان، يعني هو ربما يكون قد استدرك بعض طول لسانه شيئا من طول لسانه من أجل أن يعدل الصورة. أما أنه
هل هو مستعد لأن يغير نهجه تجاه الإسلام وتجاه المسلمين في فرنسا وفي العالم كله؟ لا، الحرب حرب حقيقية، حرب بين حضارتين، حضارة مهيمنة على العالم تخشى على نفسها من السقوط، وترى الإسلام يتقدم نحوها بسرعة من الداخل ومن الخارج، وترى أن التبدل الديموغرافي نفسه في 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 أوروبا يتجه باتجاه أن يضمر أهل أوروبا الأصليين لصالح المسلمين الجدد ولصالح المسلمين المتولدين. فكل هذا يسبب عند الأوروبيين وعند الفرنسيين خصوصا وغيرهم، يسبب شيئا من الرعب من أن حضارتهم آيلة إلى الزوال، وأن المسلمين سيرثونهم عما قريب بعمر التاريخ عما قريب طبعا. نعم. طيب أستاذ مروان، أنتقل بك وبضيفنا الكريم السيد أحمد إلى محور آخر، وهو يعني الحديث عن دعوات التثبيط. شديد، يعني رأينا دعوات كثيرة في بلادنا هنا في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين، يعني على منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة الماضية، وفي شاشات بعض القنوات للأسف التي تدعي أنها إسلامية، يعني تنهى المسلمين عن المقاطعة لبضائع الفرنسية، وتقول بأن هذا من التشبه بالكفار تارة، أو إن هذا جاء بدون إذن ولي الأمر، أو إن هذه المقاطعة وراءها يعني جهات مشبوهة، مثل كما تفضلت بأن وراءها جماعة الإخوان المسلمين إلى غير ذلك. يعني كيف تعلق على هذه الدعوات المثبطة في الوقت الذي كنا ننتظر يعني دعوات من المشايخ والعلماء ومن هذه القنوات إلى تثبيت هذه المقاطعة والاستمرار فيها؟ نعم، في ليبيا، يعني في ليبيا كان تفاعل الناس، تفاعل المسلمين هنا مع هذه القضية تفاعل إيجابي. يعني شاهدنا مظاهرات أول أمس يوم الجمعة كيف كانت في كل مدن ليبيا بالتأكيد. أيضا شاهدنا حراك إعلامي ونشر للهاشتاجات إلا رسول الله، شاهدنا خطب جمعة تحض على مقاطعة ومضايق الفرنسية، ولم يعني يتخلف عن هذا الموضوع إلا فئة معروفة بولائها للدولة السعودية. يعني للأسف نحن في ليبيا بعد سنة 2011 لم تقم دولة قوية تستطيع أن تحرر كل مؤسسات الدولة من هيمنة المخابرات السعودية، ولذلك لازال لدينا فرع من المخابرات السعودية مفتوح في ليبيا هنا يرعى تيار المداخلة، وهؤلاء للأسف بسبب اتفاق الصخيرات وبسبب حكومة الصخيرات التي جاءت مكنتهم من المساجد. الآن وزارة الأوقاف في أيديهم، الكثير من مساجد طرابلس ومساجد المدن الأخرى تقع تحت هيمنة هذه الفئة التي هي كما قلت عبارة عن فرع للمخابرات السعودية هنا في ليبيا. هذه الفئة يعني تنادت في يوم الجمعة الماضي في خطبها وحرمت المقاطعة، مقاطعة البضائع الفرنسية، وقالت بأنها غير ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن هيئة الأوقاف التابعة لحفتر في المنطقة الشرقية، ونحن نعرف علاقة حفتر بالدولة السعودية، ونعرف أيضا أن فرنسا داعم أساسي لحفتر في حربه على الليبيين، يعني هذه الهيئة نشرت أو عممت خطبة معممة على مساجد المنطقة الشرقية، وجاءت منها حتى في المنطقة الغربية هنا، ونحن نعرف جيدا أن الكثير من المساجد في المنطقة الغربية تدين بالولاء لأوقاف حفتر وليس لأوقاف الوفاق، بالرغم أن الوفاق أيضا هي من هذا التيار. عممت خطبة على المساجد تحرم المقاطعة، مقاطعة البضائع الفرنسية، وتحرم أيضا المظاهرات والوقفات التي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم حرموا حتى هاشتاج إلا رسول الله، قالوا أن حكم هذا الهاشتاج لا يجوز، لأن القول بأن إلا رسول الله معناها لا تسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا كل ما سواه حتى ولو كان الله. وهذا طبعا
قول لا أو معنى لا يفهمه حتى المجنون، حتى الطفل الصغير لا يفهم هذا القول ممن يقول معقولة أنا بنقول ما تشتموش الرسول صلى الله عليه وسلم واشتموا الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يستقيم هذا مع عقل الإنسان، لا أستطيع أن أقول بأن هذا الأمر سوي. دليل على أن هذه الفئة تنتهج نهجا تحاول من خلاله نصرة ماكرون وليس نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الفئة وهذه الطائفة لا تنتمي إلى المجتمع الليبي، ليسوا ليبيين، إنما هم يعني فئة هنا يطلقون عليهم في ليبيا اسم الجالية السعودية، وبالفعل هم جالية سعودية يتمتعون بحقوق الليبيين وربما أكثر حتى من حقوق الليبيين. لكن ينبغي علينا في الإعلام أن نوضح للناس كيف تتعامل هذه الفئة وكيف يعني تأتيها الأوامر. هي الأوامر تأتيها من المخابرات السعودية والخطب المعممة والبرامج الإذاعية التي تنشر في إذاعاتهم، كلها تأتي مسجلة ويعني مختوم عليها من المخابرات السعودية وتذاع هنا في ليبيا. للأسف حكومة الوفاق لازالت ضعيفة ولم تستطيع أن تقف في وجه هذا التيار، بالرغم أن هذا التيار ناصر حفتر على هذه الحكومة، إلا أنها لازالت من الضعف بمكان، بحيث أن لا تستطيع أن تستأصل هذا الفكر الدخيل الذي جاء إلى المجتمع الليبي وخرب كل اعتقادات وأفكار هذا الشعب. يقفون نصرة لماكرون ويحرمون، يا ليتهم حتى سكتوا على من ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرمون حتى من ينطق بكلمة أو يقاطع بضائع نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور أحمد، يعني من جانب آخر يعني رأينا بعض الإعلاميين يشكك في جدوى هذه المقاطعة، يعني كيف يمكن أن نرد على مثل هذا بالنظر إلى ما ثبت يعني من نزول أو انخفاض أسهم الشركات الفرنسية، وأيضا يعني كيف يمكن أن نفهم شبه الاعتذار أو شبه التراجع في كلام يعني ماكرون يعني في الرد على هذه الدعوة؟ كلنا نعرف أن العمل الإعلامي الفضائي في غالبيته الساحقة، ولا نريد أن نعمم، هو عبارة عن مجموعة من المرتزقة. اليوم بعض الأبواق الإعلامية وصلت إلى درجة من الانحدار إلى أنها مستعدة إلى أن تغطي الشمس بغربال، هي تظن ذلك، أو أن يغطي الواحد منهم الشمس بإصبعه. يعني بلغ بهم الأمر إلى أن يحولوا الأسود أبيض والأبيض أسود أمام الناس، ورغم أن الناس يعرفون أنهم يكذبون. وصلت الأمور عند هؤلاء الأبواق الذين يتكلمون باسم الحكام الذين يدفعون، وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا كل ما يريده الحاكم دون أي التفات إلى حقيقة ودون أي التفات إلى عقول الناس. يعني هم يستخفون بعقول الناس إلى درجة أنهم لا مشكلة عندهم في أن يشتمهم الناس غدا في اللحظة نفسها التي يتكلمون بها. هؤلاء مرتزقة. هناك الآن آلة إعلامية ضخمة جدا في العالم، ومنها في العالم الإسلامي، وظيفتها أن تقف في كل محاولة لدفع الأمة الإسلامية إلى المواجهة. ممنوع على الأمة الإسلامية أن تواجه عدوها، ممنوع عليها أن تعبر عن نفسها، ممنوع عليها أن تتكلم بوصفها أمة إسلامية. إذا أردتم أيها المسلمون أن تتكلموا أن تتحركوا، تحركوا بوصفكم أبناء لبنان أو أبناء ليبيا أو أبناء سوريا أو أبناء السعودية. إياكم أن تنطلقوا من الإسلام وأن تعبر عن أنفسكم وصفكم مسلمين. اغضبوا لانتهاك العلم، وإياكم أن تغضبوا لانتهاك كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أي دولة من هذه الدول أسيء إلى ملكها أو أميرها أو سلطانها أو رئيسها، لا فورا اتخذت إجراءات في غاية القسوة ولم تتردد لحظة من اللحظات. أما أن حين يهان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بردهم، وهل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بهذا؟ الإسلام بخير ولا أحد، يعني اطمئنوا، يعني غضوا النظر عن الشتائم، عن الإهانات، عن الرسوم المسيئة، غضوا النظر عن كل محاولات شيطنتكم وعن محاولات تحريف دينكم وإبعادكم عن الإسلام، لأنكم مطمئنون. أنتم المسلمون الآن
ما يقرب من مليارين، فمما تخافون؟ ونحن نقول لهم قد نكون مليارين، وإن لم نقم لمواجهة عدونا وخصمنا فحينئذ ينطبق علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم بل أنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا ما لم نقم للمواجهة، وكانت الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات نعم غثاء كغثاء السيل، ولكنهم الآن يرون الأمة تتحفز للدفاع عن نفسها، للتعبير عن إسلامها، لاستئناف حياتها الإسلامية، لنقض هذه العروش التي أذلت الأمة لمواجهة الغزو الغربي بكل أشكاله. فإذا يقول لها تنبهي أيتها الأمة، أنت لا مشكلة لديك ما دام عددك كبيرا، وما دمت تؤدين الصلاة، وما دمتم تعيشون في بلادكم، فدعوا المسلمين في أوروبا، لا شأن لكم بهم، فليستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج لنا بعض المنظرين الآن يقولون انظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في المدينة، لم يقتلهم، لم يحاسبهم. إذن اتركوا ماكرون يشتم دينكم ويستهزئ بنبيكم ويضع تشريعات للقضاء على ما تبقى من شعائر المسلمين وخصوصيتهم في فرنسا، ولا تكن فليكن دمكم باردا. يريدون للمسلمين أن يكون لهم دم التماسيح، بل الدم البارد تجاه أي إهانة توجه إليكم. يسوءهم أن يروا المسلمين يتحفزون لنصرة دينهم وتستفزهم اعتداءات الكفار عليهم. يراد للمسلمين أن تسقط كرامتهم كما أسقطت كرامة الدين في العالم الغربي، هذا ما يريدون. كفوا عن الدفاع عن الخطوط الحمراء، أسقطوا المحرمات. لا يريدون لمحرمات أن تبقى في العالم الإسلامي، وإنما يريدون إسقاط جميع المحرمات، وأن يفسح المجال لأي إنسان يريد أن يطعن بالإسلام، ولأي إنسان يريد أن ينتهك حرمات مفاهيم الإسلام وطريقة عيش الإسلامية. نعم. طيب سيد مروان، يعني كيف تتوقع ردة فعل الأحزاب الفرنسية على وجه الخصوص، والاتحاد الأوروبي عموما، وأعم من ذلك ردة فعل ربما المجتمع الدولي في المرحلة القادمة إذا استمرت هذه المقاطعة من المسلمين وقويت شوكتها؟ نعم، يجب أن يكون واضحا أمام الشعب الفرنسي أنه لا يمكن له أن يسيء إلى الآخرين ثم ينتظر من الآخرين أن لا يسيء له. يعني العين بالعين والسن بالسن، أسأتم إلى أشرف مقدساتنا ورمز ديننا محمد صلى الله عليه وسلم، ودفعتم عن من يسيء إليه وأعطيتموه الحرية بقوانينكم، إذا تحملوا نتيجة هذه التصرفات. أمامكم حلين، إما أن تقوموا بتعديل قوانينكم الجائرة التي تبيح للناس أو تبيح لأبنائكم الوقوع في أعراض الغير وسب وشتم مقدسات الآخرين، أو فتتحمل تبعات ذلك من المقاطعة الاقتصادية. يعني لماذا القانون الفرنسي يجرم معاداة السامية؟ لماذا القانون الفرنسي يجرم التشكيك في محارق النازية أو ما تسمى بالهولوكوست؟ يعني نتذكر جيدا الحكم الذي أصدرته المحاكم الفرنسية على الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، الذي شكك ليس في المذابح ولكن شكك في الأعداد، وقال إن الأعداد التي يتحدث عنها اليهود بأنها تم حرقها في المحارق هي مهولة، أو يعني تم تهويلها أو تم المبالغة فيها. فاعتبرت هذه التصريحات أو هذه الكتابات لهذا الفيلسوف اعتبرت، أو هذا المؤرخ اعتبرت معاداة للسامية، وتم الحكم عليه بالسجن وتغريمه أيضا مبلغا من المال. نعم. إذن هل لأن اليهود لهم القدرة ولهم الإمكانية المالية في العالم لكي يؤثروا على فرنسا، لذلك فرنسا تمنع الإساءة إلى اليهود وتمنع شتم اليهود وسب اليهود أو حتى التشكيك في ما يسمى معاناة اليهود؟ إذن على المسلمين أن يتسلحوا بنفس السلاح، وأن يواصلوا مقاطعة البضائع الفرنسية وكل ما يأتي من فرنسا، حتى يقوم الفرنسيون بتعديل قوانينهم ويسنوا أيضا قانون يجرم ويمنع الإساءة إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الدين الإسلامي. نعم. خلاف ذلك يجب على المسلمين أن يستمروا في مقاطعتهم،
نعم. والخاسرون هم الفرنسيون، لأن هناك بدائل للبضائع الفرنسية كثيرة وكثيرة جدا جدا، سواء كان في البضائع الأوروبية أو في غيرها من البضائع الآسيوية مثل الصينية واليابانية وغيرها. أو نعم 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 دكتور سيد مروان. نعم يبدو أن فقد التواصل مع السيد مروان. دكتور أحمد. نعم. نعم سيد مروان أشكرك، لعلي أعطي الدقيقة المتبقية للدكتور أحمد القصر. دكتور أحمد يعني في دقيقة لو سمحت، يعني ما هي الوسائل التي يمكن أن تساعد يعني في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للمقاطعة الاقتصادية لفرنسا ولغير فرنسا لو تجرأ أحد آخر في المستقبل لتشويه أو الإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقولها حتى لا يذهب المسلمون بعيدا في التعويل فقط على المقاطعة. نعم، حركة المقاطعة من الأمة كانت حركة رائعة دلت فيها على قدرتها على التأثير، ولكن لنفطن أن القضية ليست مجرد، لم تبدأ الآن مع ماكرون بهجومه على الإسلام. هذه الهجمة من ماكرون من فرنسا ليست سوى حلقة في مسلسل الصراع الحضاري بين الحضارة الغربية المهيمنة على العالم الآن والحضارة الإسلامية التي تشرئب من جديد إلى العودة إلى ميدان الواقع، إلى حقيقة، إلى أرض الواقع. نعم. وبالتالي على المسلمين أن يشمروا عن سواعد الجد من أجل أن يعني يشنوا هجوما حضاريا شاملا، ومن أجل أن يخوضوا معركة حقيقية من حضارتهم باتجاه الحضارة الغربية. بالطبع هذا يعني أن على المسلمين أن يقارعوا القوة بالقوة حين يكون المسلمين كيانا تنفيذيا يعبر عنهم. الآن هذه الهجمة من؟ من فرنسا، من رئيس دولة، من رئيس أمة. طيب الأمة الإسلامية تعبر عن نفسها الآن بحركات تلقائية دون أن يكون لهم دولة تعبر عن 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 توجههم، ودون أن يبرز كيان يعبر عن حقيقة الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. الغرب ينتظر، الشعوب الغربية من حيث لا تدري تنتظر من العالم الإسلامي أن تنتصب حضارته على أرض الواقع من خلال دولة تطبق الإسلام وتشمل وتجمع شمل الأمة الإسلامية. هذا ما يجب أن يتوجه جهد المسلمين إليه، أن يستعيدوا كيانهم التنفيذي المتمثل بالدولة الإسلامية الجامعة لهم. نعم دكتور أحمد القصص القيادي في حزب التحرير، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي ضيفا عبر سكايب من مدينة طرابلس اللبنانية، وأشكر كذلك سيد مروان الدرقاش ضيفي من استديوهاتنا في مصراتة وهو محلل سياسي. الشكر موصول لكم أيها الأفاضل أيضا على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.